مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقه جديده واسبوع جديد من مساء الخير. عندنا النهارده يوم حافل بالحديث عن افتتاحات السيد الرئيس اليوم، وهيكون معانا حوار خاص ونتكلم فيه عن رسائل السيد الرئيس في الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه، وهيكون ضيفنا دكتور سمير عارف رئيس جمعيه مستثمري العشر منوضات. افتتاحات عظيمه، يمكن النهارده السيد الرئيس افتتح المعرض وافتتح اكثر من 60 مشروع صناعي معظمهم مشاريع بتنتج، وده أكيد هنفرد له تقريبا معظم فقرة الأخبار وكمان الفقرة الحوارية، لأن فكرة الصناعة وفكرة أن أنا يبقى عندي صناعة مغذية ما بقاش بستورد من بره وأحاول أقفل جزء من الاستيراد، ده شيء عظيم هيوفر لي عملة صعبة، هيوفر لي عمالة، هيوفر لي حاجات كتير جدا هنتكلم عنها خلال فقرتنا الإخبارية. لكن خلوني قبل ما أدخل في الأخبار بتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهو شيء إنساني، ولكن كل اللي بيحصل وكل البناء وكل التعمير وكل اللي بيحصل ده، كل ده من غير إنسان كويس ملوش أي قيمة. خلونا نتكلم النهاردة عن مبادرة، يعني عن شخص حقيقي مش قادرة أتخطى أن أتكلم عنه، وهو أستاذ محمود وحيد، هو مسؤول دار إيواء. هحكي لكم الحكاية وانتوا تعرفوا ليه أنا قررت أن أتكلم عنه النهاردة، وهو يمكن بداية الموضوع كن إنسان أو موت وأنت تحاول. أستاذ محمود وحيد ده هو رئيس مجلس إدارة لأحد دور الأيتام في المنطقة اللي هو فيها، تم العثور على طفل كان يدوب بيتعلم ينطق، والاسم أخذ الطفل ده، الأهالي يقول ولد في الشارع، أخذوا الولد ده ودوه الاسم، والاسم بناء عليه أخذ إجراءاته وسلم الولد لدار الأيتام اللي يرأسها أستاذ محمود وحيد، وبناء عليه الطفل كان لسه بيعرف ينطق، فبيسألوه اسمك وبيتعرف عليه، عرف أن الولد اسمه كرولوس. كرولوس يعني الولد مسيحي، طفل صغير جدا يعني. في دار الإيواء دي هو احتفظ بأن الولد مسيحي، وهو أدرك أنه خلاص مسيحي وبيدوروا على أسرته، الولد كان ممكن بينطق وممكن يتعرف على أهله في السن ده. ابتدوا يسألوا، ابتدى يتطقص، ابتدى أهل الولد كمان يدوروا عليه، لحد ما وصلوا له أو هو وصل لهم أن الولد ده في دار الإيواء عنده، وتعرفوا على ابنهم، والكلام ده من أكتر من سنة دلوقتي. بالفعل احتفظ يعني دار الإيواء عندها أطفال كتيرة في السن ده، بيعلمهم الصلاة، بيعلمهم الصوم، بعض الآيات، فهو قرر أنه ياخد على عاتقه أنه هو يحتفظ بالطفل كرولس ده مسيحي، لأنه كرول أو الولد قال له اسمك إيه؟ قال له كرولس، عارف أنه من أسرة مسيحية، ما قالش بقى أنه هو جاي لدار إيواء وهو لقيناه في الشارع فزي زي أي الولاد، ما خدش الموضوع بالسهولة والبساطة دي. فكرة احترام أدمية الولد الصغير وأنه هو ابن الأسرة مسيحية أو مسلمة، الحالة نفسها الإنسانية في الوقت ده أنه ياخد على عاتقه أنه ياخد جانب طفل جاي من الشارع ومش عارف أهله هيوصلوا له ولا مش هيوصلوا له، أنه يحافظ على فكرة احتفاظه بدينه الرئيسي، ده شيء عظيم ما كنتش ينفع أتخطى. أنا أقول لكم أنا اتعرفت على الموضوع لما شفته عامل فيديو بيقول فيه إن أهله جم وتعرفوا على كرولس وكرولس اتعرف عليهم، لكن بقالهم سنة هو منتظرهم، ووضعه بقى محرج لأن الولد لا بيصلي مع الولاد ولا عارفين يعلموه حاجة، وخايف على الولد لأنه عايز يمشي في طريق الدين بتاعه اللي هو متعود عليه، فبيستعجل أهله إن هم ياخدوا إجراءات بسرعة علشان يجوا يستلموا الولد من دار الإيواء. كانت نقطة مهمة جدا، وهي كانت حكاية كرولس إن الولد ده لقيه في الشارع زي ما قلت لحضراتكم، وناس ودته الاسم لحد ما أهله اتعرفوا، كان تايه منهم، كانوا أهله سايبينه في الشارع، حكاية كده أنا مش ما تعنينيش كتير دلوقتي. لكن الفكره في انه يحتفظ بدينه ويحافظ عليه ويعمل فيديو علشان يستعجل اهله اللي راحوا وتعرفوا على الولد وما راحوش خدوه، ده شيء فعلا انساني بحت. فكره ان انا بقى ما افكرش ان مكسب لينا هناخد ولد هنا او هناخد ولد هنا، فكره ان انا احافظ على ادميته في انه يكمل مع اسرته اللي اتولد منهم، شيء عظيم. انا فعلا بشكر استاذ محمود وحيد، انا ما اعرفوش شخصيا، لكن فكره احترام ادميه الطفل الصغير دي ده شيء عظيم. بالمناسبه ان كرولس اتسلم لاسرته، والده اسمه وجيه صابر، كرولس وجيه صابر اتسلم لاسرته امبارح وكانوا محتفلين بيه ومحتفين بيه، وانه يرجع لبيته ويعني بقى طفل ناطق بيتكلم ويتحرك، وقد ايه المؤسسه حافظت عليه. فانا ببارك لاسرته انه يرجع لهم، وفي نفس الوقت بهني ان احنا عندنا شخصيه محترمه زي استاذ محمود وحيد. انا ما اعرفوش شخصيه، لكن حقيقي الايجابيات بتفرض نفسها، مش كل مره عايزين نطلع نندب على السلبيات ابدا، دايما بندور على الشيء الجيد عشان نتكلم عليه. ومن الأشياء الجيدة هو اللي شاهدناه اليوم في افتتاحات العظيمة اللي عملها السيد الرئيس، ويمكن من الأعظم اللي أنا دايماً بقول عليه في هذه الافتتاحات إن أنا بلاقي فكرة إن أنا مش رايح
احط حجر اساس وبعدين هنستقبل انتاج المشاريع دي بعد 100 سنه ولا بعد 10 سنين او لو لحقنا احنا كموزعين نتكلم على. النهارده الافتتاحات كانت لمشاريع بتنتج، وده العظيم دايما في قرارات السيد الرئيس من اول ما بيتكلم على حاجه لا بلاقيها بتنتج. فكره الصناعه المصريه، فكره المبادره ابدا ان انت يبقى عندي صناعه خاصه بيا، صناعات تكميليه، لان احيانا انا بجيب يبقى ناقص علي عندي انتاج كبير لكن ناقص على مثلا مسمار معين بستورده من بره. ففكرة ان التغذيه بشيء صناعه مصريه ده يغني وهيوفر عماله حاجات كتير جدا.